قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والكلمة الخبيثة الكفر، أي العبودية والطاعة لغير الله. يضرب الله لنا الأمثال في القرآن حتى يوضح لنا المعاني توضيحا صحيحا، حتى نستشعر الطريق السليم الذي نسير فيه فنسعد في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة يا إخواني كما قلت لكم قبل قليل هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة التحرير، التحرير الحقيقي، ليس التحرر من عنتر واتباع الزير، لا، ترك الطاعة والعبودية والمذلة لكل إنسان ولكل مخلوق في الوجود، وطاعة الله وحده لا شريك له، هذه الحرية الحقيقية. ما المثل الذي يضربه الله لنا؟ مثل هذه الكلمة كشجرة، الشجرة يغرسها الإنسان في الأرض فيمتد ساقها إلى الأعلى ثم تعطي النتاج الذي يفيد خلق الله وعباد الله من الناس. مثل الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كالشجرة الطيبة، يقول المفسرون النخلة. النخلة ثمرها طيب وفيها ما يحتاجه الإنسان من الغذاء، السكريات التي لا تضر بأهل السكر والأملاح، تقريبا غذاء كامل. هذه الشجرة أصلها ثابت، أي جذورها متمكنة في الأرض، مع ارتفاعها لا تنقلب ولا تتخلخل، فهي ثابتة في الأرض، وفرعها في السماء تنطلق إلى الأعلى، كل ما علاك فهو سماك، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أكلها جذورها الثابتة في الأرض تمتص الخيرات من الأرض، ويرتفع هذا الغذاء الذي تتغذى به من الجذور إلى الأعلى حتى يصل إلى الأوراق وإلى الثمار، فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي كل موسم تعطي الأكل الطيب الذي يحتاجه الإنسان مما يقوم بأوده وحياته وصحته، ولكن بإذن ربها لا بإذن المخلوق، الله هو الذي فعل ذلك. وأيضا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تستقر أين؟ ما هي تربتها التي تستقر فيها لا إله إلا الله؟ قلب المؤمن، تستقر استقرارا قطعيا جازما قويا، أي يعتقد المؤمن اعتقادا جازما بأن الله هو خالق الكون، وأن الله هو الصمد تسمد إليه الأمور، هو المتصرف في الكائنات جميعها من الإنسان إلى الحيوان إلى النبات إلى السماوات إلى الأراضين. يعتقد هذا الاعتقاد فيطيع الله ويتحرر عن عبودية لغيره، هذا لا إله إلا الله. اعتقادها الجازم يصدقه العمل،
فيطيع الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فتعطي هذه الكلمة الطيبة أكلها وثمارها في المجتمع، تعطي مجتمع فيه السعادة، فيه الاستقرار، فيه الاقتصاد، فيه الهناء، لا يوجد فيه لصوص، لا يوجد فيه مجرمون. طبعا لا نقول لا يوجد يعني يخلو أبدا، لا، ولكن في فارق بين أن يكون في 110 من المجتمع مجرمين بين أن يكون في 1000 مجرم. فالمجتمع الإسلامي الذي يسير بما أمر الله يربيهم القرآن تربية تبدأ من القلب فيشع ثمارها في الأعلى، تتصل هذه الشجرة بالسماء أي بالله تبارك وتعالى، فتطلب الخير منه وتستعين منه على عمل الخير، فتجد نتائج وثمار لا إله إلا الله في المجتمع. أعطيكم مثالا، وهذا المثال يعلمه كثير منكم. طبعا الغش يؤذي الناس، وكم غش الناس الحليب واللبن عندما أنشأوا الرقابة والقانون حسب قانون الكثافة في ميزان يضعه في الحليب ويعرف كم يوجد فيه من الماء، فعندما ابتكروا ذلك وراقبوا الغشاشين صاروا يضعون في الحليب أشياء هم يزينون كثافتها وتكون كثافتها مثل كثافة الحليب، فلا يمكن لميزان الكثافة أن يكشفها، ولكن قد تكون هذه المواد التي يضعونها مؤذية. ولذلك كم من أساليب الغش ما سببت الموت والتسمم لكثير من الناس، فالغش أمره خطير في المجتمع. انظروا كيف عالج الإسلام الغش وكيف عالج الماديون الغش. الماديون عالجوه بالرقابة فقط، ثم يتفق الباعة مع رقيبهم فيدفعون له أمرا فينصرف الأمر ويبقى الغش ويكثر وتزداد سعر السلع على الناس، بينما الإسلام عالج هذا الأمر وكثير وكل هذه الأمور عالجها من القلب بالله لا إله إلا الله، الطاعة لله، والله رقيب على عباده لا تخفى عليهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحصلت النتائج الممتازة من هذه الشجرة لا إله إلا الله. أنا وعدتكم أن أذكر مثال، هذا المثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي ليلا ويراقب الناس، لا يراقبهم كما يراقبهم الطغاة. أتحدث عن عمر ولا ما أتحدثوا؟ رضوا في تسلطه ولا ما رضوا؟ لا، هذا يفعله الطغاة من الذين لا يدينون بدين الإسلام، يضعون الرقباء على الناس يتجسسوا عليهم حتى يجعلونهم عبيدا خاضعين لمولاهم. أما عمر رضي الله عنه يريد أن يتفقد الرعية، إن كان يوجد فيهم أحد لا يستطيع أن يوصل ظلامته له فيخدمه، حتى أنهم ربما طعنوا في عمر وهم لا يعرفونه وهو جاء ليخدمهم ويقدم لهم كل شيء. مر في الطريق فسمع امرأة تقول لابنتها: يا بنيتي امزقي اللبن بالماء، يعني صبي ماء فوق اللبن حتى يكثر اللبن الحليب. قالت البنت لأمها: يا أماه، ألم تعلمي أن عمر رضي الله عن عمر منع مزق اللبن بالماء؟ قالت: يا بنيتي، وأين عمر حتى يرانا الآن؟ قالت البنت لأمها: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إذن هي تمتنع من الغش للرب لا لعمر، هذه هي العبودية لله، وهذه نتائج لا إله إلا الله. يمتنع الغش في الأرض من الداخل، من داخل الإنسان الذي رباه الإسلام على العبودية لله، على لا إله إلا الله التي هي أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء، يتجه العبد إلى ربه لا إلى المخلوق، فتعطي النتائج والثمار بإذن ربها. ما هي ثمار الإيمان، شجرة الإيمان؟ كل الخير في المجتمع، الخير الاقتصادي والخيرات والمسرات والراحة النفسية والراحة الاجتماعية والأمن الحقيقي، ليس الأمن لأهل الأمن من الظلمة الذين يقبضون على الإنسان لا لذنب جناه، إنما ليرهبوه حتى يطيع ربهم وطاغوتهم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. هذا مثل
يشبه الله فيه لا إله إلا الله الشجرة بالكلمة الطيبة، يشبهه بالنخلة التي تعطي الثمار الخيرة النافعة الحلوة. ومن أجل أن يتذكروا أن يتعظوا ويفهموا حقيقة الإسلام. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة، الكلمة الخبيثة كلمة الكفر. عندما يأمر إنسانا آخر أو يدفعه إلى العبودية لغير الله، أو عندما يندفع إنسان إلى العبودية لغير الله فيعمل أعمال الكفار وينطق بكلمة الكفر ولا يطيع الله ويصرح بأنه يريد أن يكون مع فلان لا مع الله، فهذه كلمة الكفر. ما هو مثلها الذي يضربه لنا القرآن؟ كمثل شجرة خبيثة، يعني هذا الشخص الذي ينتج عنه الكفر مثل الشجرة الخبيثة، يراد بها الحنظل، شجرة مرة كالعلقم، لا يوجد منها نفع ولا يوجد منها خير، اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني ليس لها جذور متمسكة في الأرض. الكافر ليس له جذور. أحد الأشخاص عندما قلت له يا أخي لماذا تطيع فلان، وكأن بالأمس كنت مع عبد العلان، قال اربط الحمار مطرح ما بقول لك صاحبه. قلت له يا أخي لما تربط أنفسك؟ أنت صاحب فلان، أنت حمار لفلان أم أنت عبد لله؟ فسكت. هؤلاء الكفار الذين يستحلون العبودية لغير الله تبارك وتعالى ليس لكلمة الكفر قرارا في نفوسهم، فقد يتغير معبودهم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لأنهم يعبدون أهواءهم، والأهواء تتغير وتتبدل. اليوم مصلحتي مع فلان أصير عبد له، غدا مصلحتي مع علان أصير عبد له، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، نسأل الله العافية. فهؤلاء الكفار إيمانهم ليس ثابتا في قلوبهم بكفرهم، إنما هو عوارض يخضعون فيها لغير الله غير مستقرة في القلوب، ولكنها مظاهر من أجل أن يحصلوا شهوات الدنيا وينسون الحساب في الآخرة. هذه الشجرة الحنظلة اشتست من فوق الأرض، أي ليس لها استقرار، ما لها من قرار. فالكافر لا ثبات له ولا خير فيه، كشجرة الحنظلة لا ينتج منها إلا المرار والأشياء المؤذية للإنسان، بينما لا إله إلا الله ينتج منها الخير للفرد وللمجتمع في الحياة الاجتماعية وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.